لنقاش البيان الصادر عن الهيئة ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. انطلاقا من البيان الصادر عن الهيئة، ما الغاية برأيكم من ادعاء الميليشيات بأنها تحارب الإرهاب في جرف الصخر التي سيطرت عليها الحكومة منذ عام 2014؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها قضية الإرهاب شماعة للتعليق جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الحكومية الرسمية وغير الرسمية بما فيها الميليشيات التي تغولت في السنوات الأخيرة وباتت ترتكب جرائم وانتهاكات كبيرة جدا ضد أبناء الشعب العراقي على مرأى ومسمع من العالم كله للأسف، ولكن دون أي حساب أو أي حتى استنكار من قبل المجتمع الدولي. والغاية الغاية هي للتستر وراء هذه الشماعة للمزيد من هذه الانتهاكات، ولا سيما في جرف الصخر التي هي يعني منذ أكثر من 4 سنوات سيطرت عليها هذه الميليشيات وهجرت جميع أهلها، ولم تسمح لأي أحد بالتحدث، ليس فقط لم تسمح لأهلها بالرجوع، بل لم تسمح حتى لبعض السياسيين أو المشاركين بالعملية السياسية بالتحدث بهذا الأمر، واعتبرت عودة هؤلاء خطا أحمر لا يمكن الحديث عنه. فإذا إذن هي مزيد من الإغال بإبعاد الناس عن أماكنهم وعن ممتلكاتهم وعن بيوتهم. دكتور، ما هي أهمية جرف الصخر وإلى أي مدى يندرج ذلك ضمن حملة استهداف مناطق بعينها؟ يعني لا بأس أن نذكر أنه جرف الصخر ليست الوحيدة التي تعرضت لمثل هذه الانتهاكات، وإن كان لها ربما دور بارز ويعني اسم مرموق في ظل هذه الجرائم، جرائم التهجير القسري التي ترتكبه هذه الميليشيات. جرف الصخر ما لها يعني مكانة أولا رمزية باعتبار أنها كان لها دور كبير جدا في الإيقاع وبإيقاع خسائر كبيرة باحتلال أيام بداياته وأيام كانت بفصائل المقاومة دور كبير في إثخان بالجيش الأمريكي وقواته المحتلة. ثانيا، هذه المدينة تقع بجنوب بغداد وهنالك حملة كبيرة لتهجير ولتغيير التركيبة السكانية لمحيط بغداد، ما يسمى بحزام بغداد، وجرف الصخر تعد امتداد لأنها الخط الواصل بين محافظات جنوبية وبين بغداد، فهي بوابة لهذه المدينة للعاصمة، فيراد منها أنه تكون هذه مفتاحا أو ممرا لهذه الميليشيات بدون أي عائق. كما أن هذه المنطقة تتميز بخصوبة أراضيها ووفرة البساتين والأراضي الزراعية فيها، فهي مناطق غنية جدا من هذه الناحية. من يتحمل مسؤولية الأحداث المتعاقبة في جرف صخر والتي تحول بالنهاية دون عودة الأهالي النازحين إلى بيوتهم؟ يعني الكثير جدا يتحمل هذه المسؤولية، وكما هو معلوم في قضايا الانتهاكات فإن جرائم الانتهاكات لا تتحمل مسؤوليتها الجهة التي تنفذ هذه الجرائم فحسب، وإنما جميع الجهات المرتبطة بها سياسية كانت أو قضائية أو تشريعية كما تسمى وغير ذلك. فبطبيعة الحال هي الميليشيات التي منفذة لهذه الجرائم، ومن ورائها جميع الأجهزة الحكومية الرسمية تقع على عاتقها هذه المسؤولية، وكذلك تتحمل المسؤولية جميع الدول التي لا تزال تمد يد العون إلى هذه الحكومة وتغض الطرف عن هذه الانتهاكات سواء في جرف الصخر أو في غيرها. وهذه جريمة يندى لها جميل الإنسانية كما هي جرائم العراق الأخرى التي تنزف دما في العديد من أراضي العراق الأرض. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.